قام سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع بزيارة تفقدية لمجمع السلمانية الطبي بحضور الدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد للمستشفيات وكبار الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، حيث التقى بالمرضى الذين تمت لهم إجراء عمليات نقل وزراعة للكلى، واطمأن على حالتهم الصحية وأوضاعهم خلال إقامتهم بالمستشفى، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به المتبرعون لإنقاذ حياة مرضى كانوا في أمس الحاجة لمثل هذه المساعدة، معبرا عن فخره بمثل هذه المواقف الإنسانية المشرفة وبمدى الترابط والتلاحم في المجتمع البحريني وما له من أثر طيب على المرضى. الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء 11 عملية زراعة كلى خلال ما يقارب سنة، وجميعها ولله الحمد تكللت بالنجاح، وقد تحسنت حالة المرضى ويمارسون حياتهم الاجتماعية وأنشطتهم بصورة طبيعية. اليوم لما ننظر إلى مجمع السلماني الطبي وصلنا إلى زيادة كفاءة العاملين فيه وزيادة كفاءة الاستعدادات فيه إلى أعلى مستوى، فنجد هناك يعني أريحية بالنسبة للفرق اللي تجينا من الخارج لإجراء هذه العمليات، بحيث أن هناك في ضمان لاستمرارية الخدمة والعلاج من قبل الطاقم التمريضي والطبي وكذلك المختبر استعداد التشخيصي وكذلك استعداد لجنة حول العناية القصوى في مجمع السلمانية الطبي، وهذه اللي يعني فعلا وجدنا لها الأثر على نجاح مثل هذه العمليات. كذلك احنا يعني نشرف دائما لما يجينا اي فريق يجري مثل هذه العمليات انه يكون في هناك تدريب لزيادة كفاءة العاملين عندنا وزيادة عامة كفاءة المستشفى، بحيث انه يكون في تقييم دوري بالنسبة له من قبل هذه الجهات الخارجية او حتى بالنسبة للاطباء اللي لهم خبرات كبيرة واسعة بالنسبة حق اجراء هذه العمليات.